حفله في الحديد الباميه ليش؟ عندي 3 ابناء، عندي طفله عندها مرض جدا خطير، عندها ميكروب في الدم بيرتيرا ايتيوباتيك، وعندها بيرتيرا غيماتويد، ما عندهاش صفائح دمويه ومستأصله للطيحان. رانا في ميزيريه تحنا، عندي دوسي تاعي عنده من 2010 12 سنه وانا ساكنه في الفيرما دي، مهده بالانهيار، رابت علينا زوز خطرات لا حياه لمن تنادي. ها هي سيد الرئيس، الطفلة كي طاح عليها المرة الأولى في 2018 تفلقولها لي بلاكات في رجليها، وصلنا لحالة لا حالة يرثى لها، حالة راني في ميزيرية، الطفلة راهي مخيطة كرشة موبيريا، شوفونا على وجه ربي. ها راني بالبوتاية الناس سخانة، ولادي راني ندفى بهم بالزور، راني ولينا العصر الجاهلية، عدنا نسخفوا حتى على الغاز ندفعوا به. ما فيش غاز ما كانش ما كانش، هاني هاني بالقرعة للغاز. من خطر. هاني في قادرين نموتوا في أي لحظة، تريسيتي الماء يدير على تريسيتي، قدام خطرة دير لنا إنماص. على وجه ربي. السيد الرئيس 2013 علقوا 1300 سكن اجتماعي، وعدت علينا لا كوميسيون في 2012 وما خرجناش، وبقينا نصابروا ونعانيوا مع النو ومع الميزيريه والطفله مريضه. زادوا علقوا في 2020، قلت هذا هو الامل الوحيد، كل يوم نلجا لجميع السلطات على وجه ربي، قلت كيف القائمه على الاقل شوفوني وما حطونيش، وما كانش قائمه اضافيه. مالا ليا وين نروح؟ لمن نحكي ولمن نشكي انا؟ انا حاب نوزج الرئيس الجمهورية يوقفوا معانا، يا رئيس تبو نوقف لحالتنا، بنتي يا موبير يا مطيشة راني في الميمان، الماء يشرشر على ولادي، أرواح لينا شوفونا في الميزيرية، أي لا حياة لمن تنادي، داري في أي لحظة تهدد بقتل أرواح، على وجه ربي يا خاوتي، وصلوا النداء تاعي لرئيس الجمهورية، راني غلبنا. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.